في إطار الاهتمام بالفن الراقي والذوق الرفيع، تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا غنائيا للفنان الكبير مدحت صالح، وذلك وسط إقبال كثيف من المواطنين. كان الفنان مدحت صالح قد أحيا حفلا غنائيا بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والذي لاقى نجاحا كبيرا وصدى أكبر لدى الجمهور. مشاهدين المزيد من المتابعة، ينضم إلينا مباشرة من دار الأوبرا المصرية مراسل التلفزيون المصرية كريم بيبرس. كريم، بعد التحية صف لنا التواجد الجمهوري اليوم لحضور حفل الفنان مدحت صالح. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل كما ذكرتم، هو إقبال كثيف بالفعل من المواطنين لحضور الحفل الغنائي الخاص بالفنان الكبير مدحت صالح. هذا الحفل الذي انتهت بالفعل تذاكره أو حجز التذاكر الخاصة به يومين قبل بداية الحفل. هناك إقبال كبير على الفنان الكبير مدحت صالح، ليس لأنه يعني فنان متنوع، ولكن لأنه أيضا عاصر جميع الأجيال، وله العديد من الأغاني التي ربما يستمع إليها معظم الفئات العمرية، سواء كانوا صغار أم كبار أو حتى من كبار السن. لذلك نجد أن هناك تنوع كبير في المواطنين والحضور في احتفال اليوم. هذا بالطبع ضمن يعني خطة كبيرة تتبعها دائما دار الأوبرا المصرية في الاهتمام بالتاريخ والهوية وتنمية الفكر الثقافي بشكل عام. ويأتي هذا الاحتفال ضمن الاحتفالات المختلفة والمتنوعة التي يقيمها دار الأوبرا المصرية. ولكن الحفل اليوم لا يتعلق فقط بالفنان الكبير مدحت صالح، هو بالطبع نجم اليوم أو نجم الاحتفال اليوم الفنان الكبير مدحت صالح، ولكن دار الأوبرا المصرية دائما ما تعطي فرصة عن طريق مركز تنمية المواهب الخاصة بها لتدريب المغنيين أو حتى الفرق الموسيقية المختلفة. لذلك الاحتفال يكون دائما متنوع ومتكامل، يكون جزء خاص بالأفراد أو بعض جزء من مركز تنمية المواهب، سواء كانوا مغنيين أو عازفين، ليطربوا الجمهور بأدائهم المختلف، ولتكون فرصة أيضا لعرض المواهب للشباب. وأيضا ينتهي الحفل أو خلال دقائق من الآن سيبدأ الحفل الخاص بالفنان الكبير مدحت صالح ليطرب الحاضرين، كما أطربهم بالفعل في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي أقيم في القلعة، وهو أيضا يعني لقى صدى كبير وحضور كبير من الجماهير، خصوصا الفنان مدحت صالح كان أيضا قد يعني أطلق ألبوما جديدا منذ يومين، وكان قد تم تكريمه بالفعل من مهرجان همسة الغنائي. لذلك له صدى كبير الفنان الكبير مدحت صالح، وإقبال كثيف جدا من المواطنين داخل دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير. نعم، أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري.